لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب توافق اليوم على مشروع قانون بشأن مكافحة الجريمة الإلكترونية، وقررت اللجنة إحالة الاقتراحات بقانون إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون التشريعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. مشروع القانون يشمل الحبس 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 2 مليون جنيه لكل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ قرار محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع أو الروابط، وإذا ترتب على الامتناع عن التنفيذ وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومي تكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام وغرامة لا تتجاوز 20 مليون جنيه. معانا أستاذ